الخصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم ثم مشكل البنيات التحتية والمناهج التربوية نقاط ثلاث كانت حاضرة بقوة في لقاء صحفي لوزير التعليم نظمته أسبوعية الحياة الاقتصادية المتابعة لجليلة بن فتان. لتدارك الإشكاليات التي اعتادت تطبيق مشروع إصلاح منظومة التربية وتكوين من اختلالات وتفعيل المبادرات في إطار المخطط الاستعجالي، نظمت لافي إيكونومي ندوة لمناقشة أهم أولويات الدخول المدرسي. كنهضر مدرسي، كاين ماشي مشكل ديال الإمكانيات، كاين 80% ديال المدارس ما عندوش مراحل مثلا، 66% ما عندهمش الضوء، كاين خصاص ديال 1100 مدرسة في المغرب حاليا، وكاين مشكل ديال التكوين ديال التلاميذ، كاين 87% ديال التلاميذ اللي كيدخلوا ابتدائي ما كيقبطوش الباك. هناك خصاص مهول في النساء ورجال التعليم خاصة من بعد 2006 اللي وقع فيها المغادرة الطوعية، واللي بمقتضاها يعني القطاع فقد 13000 عفوا و500 ديال الاطر ديالو. البرنامج الاستعجالي يرتكز على جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين وتوفير وسائل النجاح من خلال التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15، تعميم التعليم الأولي، دعم الكفاءات والأطر التربوية وتحسين البنية التحتية خاصة بالعلم القروي. التعاطي بشكل جدي وعميق مع المعيقات السوسيو اقتصادية اللي كتحول ضمن التمدرس، وهذا طبعا من خلال جملة من البرامج اللي أعلنا عليها، منها برنامج تيسير، مليون محفظة، النقل المدرسي، الإطعام، الداخليات وما إلى ذلك. خلال الندوة تم أيضا معالجة أسس التجديد التربوي التي تحتاجها منظومة التربية والتكوين للرقي بالأداء التربوي من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة لتتوافق مع المناهج المبرمجة.